بتعرفي إن الاسم على مسمى؟ وبتعرفي إنه إذا حبوا يجسدوا الجمال بيتجسد فيكي؟ نبيل. وبتعرفي إني لو ما شفتك ما كنت تجوزت أبداً؟ أنا يا زينة لما كنت فكر بمواصفات شركة المستقبل كنت شوفك إلك، مع إنه ما كنت متعرف عليكي، بس صدقيني يا زينة كنت شوفك، يعني كنت شوف هالعيون الخضر يلي عم يبرقوا برق، وكنت غوص فيهم كأني عم غوص بلجة بحر عميق. زينة أنت عيونك مو بس خضر، خضر على زيتي، زيتي فاتح، يعني لون بحير وبيخلي الواحد يصفن فيهم ساعات قبل ما يرفع نظره عنهم. كنت شوف هالشعر الأشقر، هالشعر الذهبي يلي مثل سنابل القمح تحت شمس الخريف، وهو مفروض على ظهرك مثل شلال الذهب. وكنت شوف كمان هالأنف المشؤول، هو عاطي وشك مسحة من الكبرياء الشفاف بدون تعالي ولا غرور. شوف هالتم المكلتم والابتسامة يلي بتزرع الحياة بقلب كل عليل. كنت شوف هالأوام الملفوف وانت عم تتمختري وتتبغددي بدون ما تكوني لا دبة كليتية ولا عصاي طقي. يعني شوف طلتك، شوف أناقتك، شوفك انت بالذات يا زينة، والله العظيم صدقيني. وأخيرا اتحقق حلمي، وكل يلي كنت شوفه بفعل الخيال صار واقع ملموس. ارفعي راسك حبيبتي، ارفعي خليني اشوف هالوش الحلو. لا تحرميني يا عمري من التطليع بهالعيون يلي صار لي عم احلم فيهم سنين. سبحان الذي خلقك ما احلاكي، سبحانك يا ربي شو بتحبني حتى بعثت لي هالحوريه بطرد بريدي من الجنه. مبروك عليك يا معجباني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا معجباني يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. شو بك يا حبيبتي؟ شو ضايع عليك؟ ولا شي حبيبي ولا شي. كيف ولا شي؟ خاتم الألماس هر يعني؟ لا خاتمي ليكو بإيدي. لكان إسوارتك الألماس يعني؟ لا كمان إسوارتي ليكو بإيدي. لكان شو هذا اللي ضاع منك روحي؟ ضفري ضفري. ها؟ شو هاد؟ ضفري ضفري هر مني هون بهالقرنة وأنا عم بفتح الشنطة. يا لطيف تطف، شو الحكي؟ نزل لك دم حبيبتي؟ لا لا. شلون هر الضفر لكان انقبع قبع يعني؟ لك لا مو ضفري ضفري اللي هر. لكان شو هذا اللي هر؟ هذا ضفر تلزيق كنت حاططته. تلزيق؟ ليش هدول مو اظافيرك الحقيقيين؟ لا اظافيري الحقيقيين مقرمطين قرمطه مثل اظافير الصبيان، شي طالع شي نازل، ما بعرف ليش هيك، يمكن كلسون قليل. هاتي ورجيني لشوف. لك شو بدي ورجيني؟ ايدك ايدك ورجيني ايدك. أهلين وسهلين، الله يبارك فيكي يا ربي خليلنا ياكي. يا أهلين. مين؟ العرسان؟ لا لسه ما سافروا، بدهم يقضوا شي 10 أيام بسيادناي بالأوتيل. إيه بعدين رأسا بيسافروا على سويسرا وفرنسا. لحظة مفادي دخيلك حاطة القهوة على النار، برجع بحكي معك. لا تخافي لا تخافي روحي، لا تخافي لا تخافي، هون
حبيبتي هون. آسف لأني رعبتك، بس لازم أتصرف. أنت هلأ روحي انسحبي فوراً ولا تخافي، أنا محاصره تماماً تحت شحاطتي. شو هاد؟ الصرصور لقيته فوق مخدتك. يا حبيبي، قال أوتيل خمس نجوم. قال على كل حال أنت فوتي على الحمام بسرعة وناوليني كيس من الأكياس الفاضية لحتى أحط الصرصور فيه، وأدمر الإدارة كدليل قاطع على إهماله وأنت سيبهم. يلا يلا على عيني. يا حبيبي على هيك أوتيلات ما شاء الله كان خمس نجوم. خذ حبيبي. هاتي غمضي عيونك حبيبتي، غمضي هالعيون الحلوة، ما بدي هالعيون الحلوة تتأذى بمنظر كريه بصباحية عرسنا. غريبة امتو؟ ما بعرف، كأنه هذا مو صرصور. لكن شو؟ ما بعرف، شي بحير، شي مثل ام 44، ما بعرف شو هاد. لا والنكتة اني ماني شايف هيك حشرة طول عمري. شو هاد يا ترى؟ شوفي هذا رمش عيني. شو هذا؟ بالظاهر صارت مني وانا نايمة. ليش هدول رموشك الطويلة والمقلوبة لفوق مو رموشك الحقيقية؟ لا انا رموشي صار كتير ومالون قلبي، مهما حطيت لهم زيت خروع مشان يطولوا ما في فايدة. هذا يا ستي من اللي انتي ومالك بالطويل، ابن اختي له عم يخطب سنتين وما كان يجتمع ببنت تعجبه وتخطف له قلبه. بقى انا شو قلت لحالي؟ برقد كنتكم سبحان الذي خلقها باحلى صوره. الا شيء اخت مشان ندل ابن اختي عليه حتى يروح يشوفها. يا ستي مثل ما خمنتي مضبوط، كنتنا عندها اخوات شيء اكبر منها وشيء اصغر منها. ما شاء الله ما شاء الله، وكلهم هيك جميلات وحلوات وقاطعين الغرام. قد ما تقولي واكثر، ما شاء الله حولهم الخطاب على باب بيتهم، مثل اللي واقف بالدور على باب الفرن عم يشتري خبز. بقى عجلوا واخطبوا، يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا، انتوا حظكم. ساحر العينين هياك حلو، عينك لا أحلى ولا أجمل، أعطيك حبي دائما وابدا، وأراك في بعض هواك تبخل تبخل. لا 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 لا. يا الله هلا وقتك انت الثانية، وين هريت؟ شوف يا حبيبتي شو ضايع عليك؟ ولا شي حبيبي ولا يهمك. لكن على شو عم تدوري؟ ولا على شي. كيف ولا على شي يا روحي وانت مخضوضة هالخضة وعم تبحبشي البحبشي؟ عقدك الالماس سرقت منك يعني؟ لا. حلقاتك الالماس يعني؟ كمان لا. لك شو هذا اللي وقع منك؟ عيني. شو؟ قصدي العدسه تبع عيني، هرت مني وانا عم قيمه. ليش انت تحطي عدسات؟ ليش ما بتعرف؟ لا والله ما حصل لي شرف. من زمان وانا بحط عدسات خضر، بيلبقوا لي كثير مو هيك؟ دخلك؟ وعطوكا موعد مشان تروحوا تشوفوا اختها؟ ايه عطونا، عطونا موعد بثمانة عشرين الشهر. ياو، وليش قدفوكم هالقدفة؟ على هوا الحكي قال عم يجيون خطابين كتير، وامهم للبنات عاملة اجندة مواعيد مفكرة يعني، خصوصي لحتى تسجل عليها كل يوم بيومه، وبيت مين اللي جاية، وانو نهار وانو ساعة، وباب صقاقهم حبيبتي ما عم يتسكروا هن على خطابين رايحين، خطابين جايين. ايييي ليش ما عاد صف بنات بالبلد غير عندهم؟
هو إذا على البنات، في بنات أكثر من الهم على القلب، بس هاتي تلاقي بنات حلوين عن حقه حقيقي. والله النبي نقشت معه ونقى أحلى عروس، عقبال ابن أختي يا رب. شبك نبيل؟ ليش ما عم تاكل حبيبي؟ راحت أبيتي، كلي أنتي. عم باكل، بس حاجة تتأملني، بخاف اتشردق. لا سلامتك من الشردقة، بس بتعرفي القصة مو قصة إني عم بتأملك. لكن شو روحي؟ القصة إني حاسس، يعني ما بعرف، حاسس إنك، ما بعرف شو بدي قلك، بس كأنك اليوم حاطة فون دوتان أغمق من العادي، مو هيك؟ لأنه باينة غامقة، غامقة كتير، مكلحة يعني. بالعكس حبيبي، أنا اليوم مالي حاطة شيء أبداً. يعني أنتِ هذا هو لون بشرتك الحقيقي؟ تعرف كتير طيبة هالسلطة، دوق دوق من إيدي. لا لا لا، شكراً، بخاف أتشردق. نبولة صارت الساعة 11 بالبول. قوم نبولة. مين انتي؟ شو عم تعملي هون؟ يي بسم الله عليك. ولك انا زينة، زينة زينة الشبك، ما عرفتني؟ شو شايف منام؟ زينة؟ وليش شعراتك هيك غمقوا على غفلة؟ مو كانوا شقر؟ بلا كانوا شقر، بس هدنك بيروكي، هدول شعراتي الاصليين. ليش شقارك؟ كان عيري؟ شايف شو صعبة انه تكون الوحدة ست؟ يعني إذا بتقضي عمرها كله ورا المراية ما بتخلص، هيك النسوان شو بدك تساوي؟ تشرب شيء استاذ؟ اي نعم، قهوة سادة مرة. نبيل وينك لهلا؟ تأخرت كتير. صحيح، بس كنت حابب أقعد مع حالي شوي. انشغل بالي عليك، ما بصير هيك نبلو. سلامة بالك. بعدين ليش لحتى تقعد مع حالك؟ هلا صرت متجوز وصار في إلك زوجة، بتقدر تقعد معها وتصارحها بكل شيء، ولا شلون نبلو؟ صحيح، بس هذا إذا كانت الزوجة عندها استعداد للمصارحة بكل شيء. ما فهمت عليك. هلا بلا ما نضيع وقت، خلينا نمشي فورا. لوين؟ بسيارة بقول لك. طلبك غريب كتير. وين الغرابة فيه؟ يعني ليش بدك تشوف صوري وأنا صغيرة؟ وشو المانع؟ هو ما في مانع، بس ليش؟ بعدين بتعرفي. اطلعي جيبي الصور وانا عم بستناكي هون. ما بدك تسلم على ماما وبابا؟ معلش معلش، بعدين جيبي صور وتعالي انت هلا. Thank you.
هاي الصور. هاي لما كنت بصف العاشر، كنا رايحين رحلة أنا ورفقاتي على الغوطة، وكنا عم نساوي تبولة. وهاي بعد فحص البكالوريا، واقفين جنب المدرسة أنا ورفقاتي عم نكب الكتب والدفاتر بزبالة. خلاص خلاص، مشي الحال. شو يعني مشي الحال؟ صدق ظني وطلع مثل ما توقعت تماما. نبلو ما عم بفهم عليك. رح أقلك، شايفة منخيرك بالصورة هون قديشها كبيرة؟ أنا؟ شبك نبولتي؟ مالك شايف أنفي هلأ شلون صغير وململم؟ شو بدي بي هلأ أنا؟ الأولاد بكرة حسب أي نسخة رح يجوا؟ حسب النسخة الأصلية ولا النسخة المحسنة؟ استدليتي على العنوان، فهمت علي مني؟ لك فهمت عليكي، شو شايفتيني بغلي؟ ليكي حبيبتي عنوانه ما بيتوه حدا، بس المهم إنه ابن أختي لحق يخطب له شي أخت من أخواتها قبل ما يجي حدا قبلنا ويطلبها. والله ما بتعرفي، كله على اسمي والنصيب. تقبريني بركي انت من عندك بتحكي لنا هيك مع كنتك العروس، بترفعينا من رايه ابن اختي. انت ادرى الناس مين النبي، ويعني مو لانه ابن اختي، لا ابن اختي شاب محرز، محرز كثير. اي والله والله والنعم والسبع تنعام منكم، بس دخلك هالعرسان ما لي عارفاني وين غاطسين من يوم العرس لهلا. على كل حال بكره مسافرين على سويسرا وفرنسا، بدهم يكملوا شهر العسل. طيب شو لي اجوا اولاد اختي ياخذوني، عم يزمروا لي خاطرك النبي. الله معك، لا تنسي خبريني شو بصير معك بس ترجعي. ها حتى شفايفك هون بالصورة رقاقة كتير وضيقين، أمر من شفايف فريد الأطرش الله يرحمه. شو نفختيهم بالظاهر؟ قليلي على المكشوف، لا تستحي. شو نفخة كمان؟ الحمد لله عيناكي صار جاي زيارة لبيت حمام، استناني هون. إلهي يجعله عديلك بجاه النبي، إلهي وسيدي مولاي. مرحبا أستاذ نبي. أهلين وسهلين جارتنا، أهلا وسهلا. إن شاء الله ألف مبروك إلهي. الله يبارك بعمرك ويخليكي يا رب. شو وين عروستك؟ ليش مو معها؟ شلون مو معي؟ ليك وينها؟ شحة قدامك. هي هي زينة، ما عرفتيها؟ هي هي. قل والله أحد، ليش هيك شكلك مقلو؟ إيه أنا بعرف، سبحان الذي يغير ولا يتغير. زينة بدي أسألك سؤال. تفضلي. أختك بتشبهك ولا أحلم منك؟ أنا وأختي الخالق الناطق فولة وانقسمت نصين. لا إيه هيك ما رح يمشي الحال بنوم. أنا حال؟ إيه لا لا ما في شيء أستاذ نبيل، بس كنا نحن رايحين مشوار وبطلنا. إيه كل شيء من أوله ما هو نو. طلع طلع. ساعة ونص الصباح. شبك نبلو؟ شو ضايع لك؟ على شو عم تدور؟ شبك نبيل في شي؟ لك ما بدك تقلي ولا ما بدك تقلي صباح الخير؟ شو في؟ لا تجنني نبلو، على شو عم تدور؟ طعم اسناني حطيته بالدرج مثل كل يوم بعد ما تنامي، وهلا وقع مني وعم دور عليه لقيته. فيها مسؤوليه المساله.